كشفت الفنانة الكويتية غدير الفهد أنها تعرضت للطعن من قبل امرأة عراقية وابنتها وصديقه الأخيرة بعد تقديمها شكوى في حقهم بعدما مارسوا عليها عمليات نصب واحتيال. وشاركت الفهد صورة للأضرار التي تعرضت لها والتي تعرض لها جسدها عبر حسابها على سناب شات، إذ صوبت المعتدية على منطقة الرقبة بهدف إنهاء حياتها وفقاً لادعائها. ولفتت الفهد إلى أن العصابة المؤلفة من الأم وابنتها وصديق ابنتها طاردوها بسكاكين يوم الجمعة في مدينة فنلندية، حيث تمكنت فتاة من إصابتها في منطقة الرقبة، ثم حاولت الأخيرة إنهاء حياتها من خلال إصابة نفسها بالسكين، إلا أن من حولها منعوها من تنفيذ خطتها. وتوعدت الفهد المهاجرين من فنلندا قائلة في منشور: ترقبوا حملة غدير الفهد لتصفية المهاجرين غير السويين في هذه البلد العظيمة. وأضافت مهددة المعتدين عليها: كل ألم وكل غياب عن دوامي رح أدفعه لأصالة وأمها وأمير، والله لا تدفعون الثمن. كما نشرت صورة للبلاغ الذي قدمته في مركز الشرطة وكتبت عليه: سبب إصابتي هو أني كشفتهم وكشفت أفعالهم، وهذا الدليل عند شركة الضريبة الفنلندية، تاريخ 17 سويت بلاغ، تاريخ 19 انصبت، والحسبة عليكم. يشار أن الفهد ممثلة كويتية من أب كويتي وأم سعودية، وتحمل جواز سفر فنلندي، وهي من مواليد 1992، أي تبلغ من العمر 29 عاماً. بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة بدور صغير في مسلسل الملافح الذي عرض في عام 2013، وبعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال الفنية، وهي الأخت غير الشقيقة لمناير الفهد.